وقفة للأطباء الفلسطينيين في مدينة رام الله وكذلك للطواقم الطبية. القطاع الصحي ينهار أمام أنظار العالم، وأيضا المطالبات لا تتوقف بضرورة وقف قصف المشفيات ووقف جرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة. كثير من المشفيات فعليا انهارت، وهذه الوقفة تدل على أنه لربما هناك ناقوس خطر يجب قرعه في هذه الأوقات. وأيضا نتحدث هنا مع نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين. دكتور شوقي، كيف تصفون حال الأطباء في قطاع غزة؟ هل تتواصلون معهم؟ نعم، يعني أولا هناك حوالي 200 شهيد ما بين طبيب ومقدمي خدمات صحية، هناك أيضا بينهم جرحى، يعني هم في حالة نفسية يرثى لها، أولا لعدم إمكانيات توفر الخدمات التي خرجت عن الخدمة في غالبية المشافي والمراكز، وأيضا للضغط الهائل على الكوادر اللي أكثر من شهر وخمسة أيام وهم تحت القصف وبدون طبعا إمكانيات لا علاجية ولا حتى تغذية. جزيل الشكر لك دكتور شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين. إذن هذه اليافطات التي نلحظها هنا هي تطالب بوقف الحرب ووقف المذابح عن قطاع غزة. هنا فعليا شهادات الأطباء تشير إلى أن مع تواصلهم مع الأطباء في قطاع غزة تشير إلى أن الأطباء بدأوا منذ فترة من الزمن بمفاضلة العلاج على حساب بعض الجرحى داخل المشفيات، بمعنى أن الأمور غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة. هناك أكثر من 20 مشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة من أصل 35 مشفى، هذا طبعا سيكون هناك له ما عليه من تبعات صحية كما يقول هؤلاء الأطباء الذين ينظمون ونظموا فعليا وقفة تضامنية مع زملائهم الأطباء بدعوة من الإغاثة الطبية، بدعوة أيضا من نقابة الأطباء الفلسطينيين.